زميلي تحيه لك والزملاء الاعزاء. بالحقيقه يعني قد يختلف المشهد هنا في البصره، التظاهرات بدات متاخره يعني تقريبا الساعه الخامسه او اكثر من ذلك بدا التجمع في ساحه البحريه وسط محافظه البصره، وكانت الاعداد حقيقه يعني لا تتجاوز المئات. يعني المشتركون في هذه التظاهره طبعا من تيارات مختلفه، والتشرينيين والمدنيين والاحزاب الناشئه وبعض البصريين من المستقلين اشتركوا في هذه التظاهره التي حقيقه لم تدم طويلا. هنالك مطالب رفعوها واستذكروا الشهداء والتضحيات لتشرين عام 2019، ومن ثم القوا بيانا وانسحبوا من ساحه التظاهرات، وبقي العشرات من يعني الشباب الصغار في السن. حقيقه كنا ايضا نراقب ونشاهد اذا ما كانت هنالك صدامات بينهم وبين القوات الامنيه التي تحمي المظاهرين وايضا تحمي مقر الحكومه المحليه هناك، لكن يعني الحمد لله لن يحدث اي شيء واي صدام ما بين المتظاهرين والقوات الامنيه حتى انسحبوا يعني تقريبا الساعه السابعه او قبل ذلك بقليل.